الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن ما يعلن عن فائض أسعار النفط العراقي ليس حقيقيا، وأوضحت اللجنة أن العراق يعتمد على النفط وتشكل وارداته أكثر من 94%، وأضافت أن الاعتماد على النفط سيتضح تأثيره في عام 2023، وأن أي انخفاض بأسعار النفط سيؤثر على العراق بعد مرور 3 أشهر فقط. كما أشارت اللجنة المالية إلى أن مبالغ القروض الداخلية والخارجية للحكومة الحالية وصلت إلى نحو 100 تريليون دينار. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق سيكون أكثر دول العالم تضرراً من أي انخفاض في أسعار النفط، خاصة مع تداعيات الموجات المتكررة لفيروس كورونا وتأثير الركود الاقتصادي العالمي. وقال الخبراء إن إضافة مئات الآلاف من الموظفين إلى دوائر الدولة في السنوات الأخيرة رغم التخمة الكبيرة في الموظفين جرى وفق ضغوط سياسية واحتواء للغضب الشعبي وليس وفق إطار اقتصادي واضح المعالم، محذرين من خطورة إثقال الخزينة بملف الرواتب والذي يتطلب تأمين نحو 7 تريليونات دينار شهرياً ما عدا الصرفيات الأخرى، والذي ستكون تداعياته خطيرة للغاية في حال انخفاض سعر برميل النفط دون 70 دولاراً. كشف موقع ستاندرد آند بورز المعني بشؤون الاقتصادية في العالم عما وصفوه تردداً أمريكياً في إتمام صفقة أروس تم التعاقد عليها العام الماضي مع العراق بسبب الأزمة الغذائية التي يعيشها العالم بعد الحرب على أوكرانيا. وتبلغ الصفقة المتوقعة 80,000 طن من الأرز قد تعاقدت عليها وزارة التجارة في العراق مع أمريكا من أصل 200,000 طن يتم توريدها خلال عام تم التعاقد عليها في تموز عام 2021. ويشير التقرير إلى أن الصناعة الأمريكية قلقة من التفاوت في الأسعار بين الولايات المتحدة وشريك تجارة الأرز المفضل للعراق مؤخراً وهو تايلاند. تصدر العراق قائمة دول جوار تركيا المستوردة للبضائع والسلع التركية خلال النصف الأول من العام الحالي عام 2022. وتصدر العراق قائمة دول الجوار لتركيا الأكثر استيراداً ب4,837,000,000 دولار، وحلت بلغاريا ثانياً ب2,265,000,000، ثم اليونان ب1,558,000,000، وإيران ب1,159,000,000 دولار. ووفق الإحصائيات الرسمية التركية فإن الصادرات إلى كل من بلغاريا وجورجيا والعراق وإيران وسوريا واليونان ارتفعت 25% خلال المدة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان العراق فيها النصيب الأكبر. حذر صندوق النقد الدولي من حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل في ظل المخاطر الاقتصادية الضخمة القائمة والتي ساءت مؤشراتها كثيراً من شهر نيسان الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن صندوق النقد أنه سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته للنمو بنسبة 3.6% في الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة على التوالي هذا العام. كما توقع الصندوق انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ للنمو الاقتصادي في الصين، إضافة إلى تداعيات العقوبات المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز، إلى اللقاء.